اهلا بحضراتكم من جديد. في موضوع مهم هنتكلم عنه دلوقتي ومهم لناس كتير جدا، وهو عمليه نقل ملكيه تعداد الكهرباء من شخص لاخر في حال ان انت بتنتقل لسكن جديد بتستلمه من شخص اخر. عشان كده نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك في صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بيوضح فيه الخطوات اللي يجب اتباعها عند نقل ملكيه عداد الكهرباء. تعالوا دلوقتي نروح نشوفها ونرجع لأول فقرة.